فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم التمسك أو التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج أو المعتمر؟ هذا فعل الجهال ولا يجوز هذا. الكعبة إنما تستقبل في الصلاة ويطاف بها، وأما أنها يتعلق بها أو بالباب أو هذا من فعل الجهال ولا يجوز هذا. لا يتبرك بالكعبة ولا يمسح منها إلا الركن اليماني، الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يستلم ويقبل مع الإمكان، والركن اليماني يمسح، لأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.